بسم الله، الحمد لله، الثناء لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن ما أنتي واحد ربنا إنا برشاد الصومال لسع الصينو هالقلة مع المها كان سعودي أي ودين عيدا كحوق الدلك الصومالي ذا كعشان هي دراويش الدولة قبل هذي ذا عتبية الدفاع الشعب كصوماليات يدد وينها الشعب كصوماليات ودنيين تاه وحي مع المها أن هولا أن هالقلة أسكو جولستين إن جعانت كل جان ديجان كعيل أحمد ديجان كعيل علي عيل سبن سبلالة يديجان كعيل علي حسن يديجان كباب ديجان نداسو وديجان نوع البيوت يله للداق سمير له للبراد له وعدو كتلين يي دت كنا كعقاب يي عنشورتنا وقعدنا يي أيضا كو صدق حسم المظهر والقل كاسو ديجان ندا كوسو السفيج ساكة وحسب لو رجع ديجان كبطبط بطبط وطوله وين أو دقمة أو دقنته دت بدنا دقيا هاي ما أنت أنا واحد قعدته كتشرته وساكة لو رجع أيضا كحوق الدلك الصوماليات أو عطبية أسكال الدون دفاع الشعب كي دراويش الدولة قبلات كعشان هي إن شاء الله تعالى أنت سوحي كدن بأي هول قال لك على إيمان دونا تاسونا وحاوية واربحة هردعة وعيدا كحوق الدلك الصوماليوسي جيسان هي عدوغا انتو تنسي أوفيشال أبلا من واتشيق اللبات هول قال لك قوت واسكا كاشان دونان عيدا ماذا وزارة كاشان ديقا عيدا كحوق الدلك الصومالية وكوها هول قال يوم مقا عيدا عيدا ماذا قالوا كسداء الصومالية وكالة aan daraawiisha dowlad goboleedyada deegaanada shacabka iyo ciidamo kale oo ay nagu caawin doonaan wadamada aan deriska nahay taas oo ay dhamaantood wada qusayso cadawga in la wada dagaalamo bacda ma shabaabku u sanahayn Soomaali kaliya oo amirada ugu waaweyn ee kuwa qaraxay sameeya ay ka yimaadeen wadamada Kenya iyo Ethiopia iyo wadamada Sudan iyo wadamo kale in dhamaantood la iska kaashado oo laga tirtiro gaaska Afrika laano marna mar la gaaray qarannimo iyo dowladnimo buuxda oo amaamulka iyo administration dalka oo dhamaan dalka oo dhan wada gaaro iyo dowladnimo buuxda mar la gaarayo inta cadawgu uu saas dalka ugu jiro saas dadka darteed madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumaduba go'aan waxay ku gaareen hawlgalkaas in la bilaabo goolihii horena waa laga soo gaalay inta dambana wajiga labaad waa mid ka dhamaanta lagu dhameystir lahaa aan cadawga khawaarijta ee dalka Soomaaliya aan calanka jamhuuriyadda uu ka baban lahaa laga soo bilaabo min raskeen booni ila lugaya insha Allahu ta'ala wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.